ماذا تعرف عن صلاة البردين؟ البردين في اللغة هي اسم المثنى من أصل ثلاثي وهي بردة، والاسم منه برد، فيقال تقسم به برود أي انخفاض في الحرارة، ويقال استبرد فلان الشراب بمعنى وجده باردا، وأبرد له أي سقاه باردا. وعلى العموم فالبرودة هي نقيض للحرارة، ومنه القول ماء برد وبارد وبرود وبراد. أما البردين في الاصطلاح الشرعي هو مصطلح مثنى من برد بفتح الباء وتسكين الراء، برد، هما صلاة الصبح وصلاة العصر. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وذلك لأنهما يقعان في زمانين يشتركان فيه في الإبراد، فتقع صلاة الفجر في أبرد ما يكون من الليل، وتقع صلاة العصر في أبرد ما يكون من النهار بعد زوال الشمس. وقال الخطابي: لأنهما يصليان في بردي النهار أي طرفيه، حيث يطيب فيهما الهواء وتذهب عنهما صورة الحر. ما هي مواقيت صلاتي الفجر والعصر؟ للصلاة أوقات محددة شرعا يجب أن تؤدى فيها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلاة إذا أديت في وقتها تسمى أداء، وإن صلاها العبد بعد خروج وقتها سميت قضاء. وأوقات الأداء عند الفقهاء هي أوقات الجواز أو التوسعة، والأوقات التي تصح فيها صلاتي الفجر والعصر أداء لا قضاء هي كالآتي: فصلاة الفجر سميت باسم وقتها من اليوم لتفجر النور بعدها، وتسمى أيضا صلاة الصبح، وأول وقتها هو طلوع الفجر الثاني الصادق، ويقصد به البياض المستطير حين ينتشر في الأفق، والفجر الأول هو فجر كاذب، بمعنى أنه لا يمتد فيه البياض المستطير في الأفق، بل يطلب وسط السماء، ويظهر عادة قبل الفجر الصادق بوقت يسير. وقيل: بل هذا خاص بفصل الشتاء، أما آخر وقت صلاة الفجر فيكون بطلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. أما وقت صلاة العصر اسمها مأخوذ من طرف النهار، فالعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا، وقيل من العشي، فالعشي يسمى في اللغة عصرا، وأول وقتها إذا كان ظل كل شيء مثله، ودليله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه من حديث جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن أول أوقات الصلاة، وفيه قال: ثم جاء العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ما هو فضل صلاة الفجر والعصر؟ إنهما صلاتان تشهدهما الملائكة وتتعاقب في أوقاتهما لحراسة من صلاهما، يحفظونه من أمر الله فلا يصيبه شيء إلا بقدر، فيبعث الله تعالى ملكين يحرسانه من صلاة الفجر إلى العصر، وملكين آخرين يحرسانه من صلاة العصر إلى الفجر، ويجتمعون في هاتين الصلاتين، ثم يصعد الملكان اللذان انتهت مهمتهما إلى السماء فيشهدون لهم شهادة حق أمام الله تعالى. من فضل صلاة البردين محافظة المسلم على هاتين الصلاتين سبب من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقت هاتين الصلاتين وقت مبارك، فقد اختصه الله عز وجل رزقا لأهل الجنة، فقال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. جاءت البشرى للمؤمنين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالتلذذ بالنظر إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام يوم القيامة، مقرون بالحث على أداء هاتين الصلاتين. فقد ثبت في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.